يهديك العتمة، مصدر قوتي الوحيد هو ابني. كنت عم بدعي كل الوقت وما كنت شايفة قدامي، بس بعدين انت دخلت على دنيتي ونورتها. منيح انه ما تركتنا، منيح. صغير عمران. ايه صغير بس معجزة كبيرة. حبيبي لا تبكي، لا تبكي. ليكي مراد هون معنا، لا تخافي حبيبتي، هو بخير وانتي كمان جنبي. بس أنا بعرف إنه رح نتعذب كتير بحياتنا، بس طول ما نحن سوا ما في شي رح يكون صعب علينا. بعرف، بعرف. ماما، أبي أخذ الدواء بوقته، ما هيك؟ ضل حبة بعد الأكل. إذا بتحبي بطلع بجيبها ليأخذ الدواء بوقته. لا لا عادي أنتي بنتي، أنا بعطيهم بس يصير وقته. بعدين أنا وأبوكم موعدين بعضنا من زمان، بتتذكر زياد بيك؟ يلي بيوقع بالأول التاني رح يدير باله عليه ويهتم فيه لآخر لحظة بعمر، لحتى ما نكون اتقال على حدا من هالعيلة. شو هالحكي يا أمي؟ قد ما كبرنا بتضلوا تاج على راسنا، وإذا اضطريت أنا ممكن أحمل بابا على ظهري. الدكتور قال رح يعمل له العملية بعد شهر، بابا رح يتحسن إن شاء الله. إن شاء الله. الشوربة ما لازم تكون سخنة. ما أنا سخنة ديما خانو. المخلوقة ما غلطت. أنا أعصابي تعبانة عمران، أنا كمان زعلانة على عمو زياد، وبعتذر إذا كنت ضايقتك. يعني هذا اللي معصبك؟ ما في شي تاني. بهداك اليوم، بقصد اليوم اللي وقع فيه بابا، انت طلعتي وراه بسرعة، الشباب اللي على الباب شافوكي وكنتي متوترة كتير. شو حكيت وقتها وليش طلعتي وراه؟ لا، يوم ترحت على الكوافور
ما حكينا شيء ابدا. انت تعبت زياد بيك؟ اه لو بتنطق بشي كلمه حابه اسمع اسمي منك. الله رح ينتقم منكم كلكم، من ظلمكم، من حقدكم. رح يرجع مثل الأول، وبكرة بتشوفه رح يتحسن. أنت قوي يا بابا. إيه طبعاً طبعاً. لسه لهلأ ما عم استوعب. يا ريت تجاوبني، يوم ليش طلعت من البيت معصب ومتضايق؟ ليش رح يكون بنتي؟ من لما رفيف ظهرت ما خلت حدا إلا متضايق ومعصب، من كتر الهموم حمل حاله وطلع شوي، فكر انه بيرتاح وبيغير شكل. بس اللي لهلا ما فهمته، ليش ما خلى الشوفير يروح معه؟ ليش اصر يطلع لحاله؟ يعني هاي النقطه محيرتني، ليش تصرف بهالطريقه يا ترى؟ لانه غصون قالت انه لما طلع كان مستعجل كتير. اتصل بعمران اخر شيء وقال له رح يلتقوا بالكوخ، ما هيك عمران؟ قال له رح يحكي له شيء مهم وعلى التليفون ما رح يمشي الحال. اي ما حدا فيه يعرف، عمي كان معصب ومتضايق كتير ومزعوج بهالفترة. كل شي صار سببه هديك البنت، ما ضل مصيبة بالعالم ما وقعت فوق راسنا. حرقت ودمرت عيلتنا وهي عم تتفرج. عم تحكوا نسيانين انه ابي قاعد معنا؟ عندك حق يا ابني، لا تأخذنا. يا خالتي يا مدام، ممنوع جماعة عم يتعشوا. شو فيها؟ بس تركيني خبرهم. غصون جلنار طالعوا الولاد، بما انه هالمخلوقه هون رح تعيط وتكسر. بس تركيني خبرها. بعد عني يا عثمان، اتركها. يا عيب الشوم عليك، لشو بدك توصل؟ كرهك لبنتي خلاك تشتكي عليها وتحبسها، شو لسه بدك منها؟ اه بشو غلطت بنتي؟ ما بكفي دمرت لها حياتها؟ الله ينتقم منكم بأسرع وقت. بس دقيقة، ما فهمت، لشو انحبست؟ شو الموضوع؟ الله ما رح يسكت على ظلمك عمران يورقان، انت كمان رح توقع، وعن قريب رح يجيك يوم تتمنى الموت وما تلقاه. بس وليه؟ سدي بوزك. أمي، ما فيك تحكي مع ابني وتعيطي بهالطريقة، نحن ما بنعرف شو عاملة بنتك لحتى انحبست. أمي انت شو ما كانت المصيبة اللي وقع فيها ومع أي زعران متورطة، فيك تروحي وتسأليهم إلهم، نحن عنا مريض بالبيت، رح أطلب لك شرطة إذا ما مشيت. أمي اهدي شوي، خالي سلطاني صدقيني ما منعرف شي منه. ماني مصدقتك، والله رح يحاسبكن على اللي عم تعملوه، لأنه ما بيرضى بالظلم، كل واحد فيكم بده يتحاسب ويدوق اللي دقناه. أمي سلطاني تركها ابني، تركها، خليها تروح وتبعد عنا، وحاجة تنادي أمي لوحدة مثل هاي. كل شوي بدها تجي لهون وتهددنا. طول كثير هالموضوع، بكفي بقى سكروا عليه، خلونا نشوف حياتنا. آسفين بابا. سرحان شو الموضوع؟ شوف يا عمران بيك، رفيف صارت بالسجن، بس الطلب مع حضرتك. أنا ما اشتكيت عليها، في حدا تاني استغل هالموضوع. قلت لكم ما حدا يشتكي، مين اللي اشتكى؟